عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. متابعينا الكرام، كنتواجدوا بدوار ولاد بوجمعه، جماعه فضالات اقليم بن سليمان. الجماعه هذه المهمشه المنسيه واللي الساكنه ديالها كتشكى بزاف ديال الامور، وهي امور اساسيه وضروريه. لا يعقل احنا في 2022 وباقيين عندنا الناس عندهم مشكل الماء اللي هو اساسي ضروري خصو يكون في الديور. حاليا حسب ما استقينا من عند بعض الاخوه اللي تحاورنا معاهم، هنا في هاد الدوار كاينين الناس اللي مدخلين الماء وعندهم لابيسينات وعندهم فيرمات وكيسقيو بداك الماء وخدامين بداك الماء، الا الساكنه ديال الدوار اللي عندهم واحد العين، وهذيك العين مقابلها واحد الشخص كيأدي الواجب عليها، وحتى هاد الناس هادو تما كياخذوا الماء كيأديوا الواجب. غادي نشوفوا معنا واحد الاخ اللي هو من الساكنه ديال المنطقه. اول شيء بعدا نقدموا له العزاء. الوالده ياك، الوالده ديالو توفات، انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبركم. ايوا عزاء محبتها صبر. عزاء واحد. الله يجعلها من اهل الجنه. امين امين. عزاء واحد. تفضل قدمنا الصفه. اولا ايت يوسف حسين، انا استاذ وانا ابن المنطقه. طبعا كنشتغل بن سليمان، ولكن عندنا باقي السكنه هنايا وعند الدار الوالد الى اخره. المهم انا ولد المنطقه. هاد المنطقه هذه كتميز بالقرب ديالها من مراكز حضاريه، هي قريبه بالنسبه لبن سليمان تقريبا ب 15 كيلومتر، بالنسبه للمحمديه تقريبا واحد 20 كيلومتر، والدار البيضاء يعني تقريبا واحد 40 كيلومتر. ولكن للاسف هاد المنطقه هذه رغم الموقع ديال الاستراتيجي بمعنى القريب من المراكز الحضاريه، راها تعاني من واحد الابعاد وتهميش. للاسف اول ظاهره، وهي ظاهره عندها سلبيات على المستوى البعيد يعني المستقبل، هي ظاهره العزوف عن التمدرس لاسباب. التلاميذ ديال المنطقه تيقراو هنا في الابتدائي، كاين المشكل ديال التعليم الاولي هو مشكل حقيقي، وبالتالي خصو واحد العلاج حقيقي، بمعنى خاص جميع الوليدات اللي في المنطقه خصهم يستافدوا. وايضا كاين المشكل ديال البعد، لان يعني مثلا الوليدات ملي تياخذوا الشهاده ديال القسم السادس الابتدائي تيمشيو للمنطقه ديال جامعه فضالات باش يقراو تما، ولكن المشكل الحقيقي اللي مطروح هو المشكل ديال التنقل. يعني هذوك الحافلات ديال النقل المدرسي او الدعم تمدرس تيجيو فقط في اللحظه ديال الصباح وتيرجعوا في الوقيته ديال 12 وطبعا الجوج الستة. هذا كيخلق واحد المشكل بالنسبه للوليدات اللي تقرا مثلا غير في الصباح او لا داخل مثلا مع العشرة، دونك ترونسبور ما تجيش مع العشرة، تيجي مع 8 ونص مثلا، يعني الوقيته اللي غتكون فيها الانطلاق. دونك هاد الوليد هذا والبنيته او التلميذه تيعانيو من البعد، وبالتالي كيولي واحد الاكراه ديال 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 التمدرس، وبالتالي ما كيكملوش الدراسه ديالهم. يعني سبب الهضر المدرسي هنا. نعم اكيد اكيد. كاين 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 من غير الهضر المدرسي، كاين من غير الهضر المدرسي كاين المشكل ديال تدني المستوى التعليمي ديال الوليدات. علاش؟ لانهم ما كيستافدوش من الحق ديالهم الكامل في الزمن المدرسي. لهذا خاص يتوضع حل لهذا المشكل هذا. اذا مشكل التعليم مطروح. المشكل الثاني اللي مطروح هو مشكل ديال التشغيل، وهذا مشكل حقيقي. اغلب يعني الشباب ديال المنطقه يعني ما عندهمش عمل قار، وهذا راجع انهم ما حصلوش شواهد في في, في التكوين ولا في التعليم اللي غتفتح لهم افاق ديال الاندماج. مع المشكل الاول اكيد 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 اللي غتفتح لهم افاق ديال الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي كيولي مشكل مضاعف، ما كيبقاش فقط مشكل ديال التمدرس، كيولي مشكل اجتماعي، كيولي مشكل اقتصادي. لهذا هاد المنطقه هذه راه خاصها واحد الاهتمام، يعني خاص واحد التركيز ديال الاهتمام في هاد القضايا هذه. اولا مساله ديال التعليم، المساله الثانيه ديال الشغل. كاين المشكل الصحي حتى هو مطروح، هنا كاين واحد المستوصف ولكنه لا يشتغل، هو شبه معطل. اذا شنو الاهميه ديال التواجد ديالو هنا؟ ما عنده حتى شي اهميه. لهذا خاص وزاره الصحه دير اجراء ويكون مستعجل باش انهم يقربوا المستوصف من 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 النساء. النساء ما تيمكنش يمشي حتى للمحمديه او تمشي لبن سليمان او هذا، كاين مشكل. ايضا المشكل الاخر اللي مطروح هو مشكل ديال الماء.
وهذا ايضا مشكل حقيقي. الناس هنا راه تيموتوا بالعطش. انا ما تنتكلمش فقط على الماء ديال الشرب، ولكن حتى ديال الفلاحه ديال الكسب. اغلب الناس هنا ولادهم ما خداميش، كيبقى الحل الوحيد عندهم هو الكسب، يعني على هشاشته وضعفه، وما تلقاوش المال الكافي باش انهم تيوردوا البهيم ديالهم الى اخره. لهذا فالمنطقه تعاني. بالامس كان وقع مشكل هنا في واحد السقايه هنايا، جاو غرباء يعني فجروا السقايه، وبالتالي خاص يكون الدخل الفردي ديال الماء، خاص الماء يمشي لجميع البيوت، وخاص يحاولوا يديروا واحد التعبئه واحد التحسيس لسكان المنطقه باهميه خلق جمعيات، يعني جمعويه جمعيات مدنيه، باش يتولوا هذه الامور هذه وانهم يصلحوا البلاد ديالهم. خاص تكون الابواب مفتوحه على مستوى القطاعات الوزاريه ذات الصله، سواء وزاره الداخليه، وزاره التجهيز، وزاره التعليم، وزاره الصحه، جميع الوزارات، انهم خاصهم يفتحوا الابواب ديالهم للمواطنين. والا غنطرحوا او غنوقعوا في مشكل اخر مضاعف اكثر واخطر، اللي هو مشكل ديال الهجره. احنا كنعرفوا بانه المدن تعاني من هذا المشكل، وكاين احزمه ديال الفقر وديال الاجرام على مستوى المدن. منين جا هذاك الشيء؟ جا من هاد الناس اللي مهمشين في الهجره، كيخلق حتى الاجرام. اكيد اكيد اكيد، هو مشكل كيطرح مشكل اعمق، وبالتالي راه الناس هنايا راه تيعانيوا حقيقه، رغم انهم، وهذا هو المؤسف وهذه المفارقه، رغم انهم اقرب من 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 من, من المنطقه. قلت انا بسليمان 15 كيلومتر، يعني يمشيو على رجلي، ممكن يمشي على رجلي، يعني بمعنى انه الناس ديال المنطقه والمسؤولين في المنطقه انهم خاصهم يجيو يفتحوا حوار مع الناس هنا. راه الناس اللي ما احتجوا شيء، هذا ما كيعنيش بانه قبيل الوضع، وانما يعني انه فقدوا الامل في هاد المسؤولين المحليين، على مستوى لا مستوى الجماعه، ولا على مستوى العماله، ولا على مستوى المصالح الاقليميه. لهذا انا اناشد لهاد المسؤولين انهم ينفتحوا، ويركزوا اولا يركزوا على التعليم الاولي، وانهم باش يرفعوا المستوى من ديال الوليدات، باش انهم ما يبقاش عندهم تعثر ويبقى عندهم فشل دراسي. راه اغلبهم تيوصل للاعدادي، وانا استاذ وكنعرف اش نقول، راه قراو عندي وليدات المنطقه، راه المستوى التعليمي ديالهم راه متدني جدا، رغم المجهودات اللي تيبذلوا والديهم، رغم المعاناه اللي تيعانيوا، وتيحاولوا انهم يتشبتوا بالحق ديالهم ويواصلوا المشوار باش يحققوا ذاتهم في المستقبل. رغم هذه الجهود، هناك عائق كبير هو المشكل ديال البعد. لهذا خاص يتحل هذا المشكل في القريب، والا راه ماشي المنطقه اللي كتخسر، راه الوطن اللي تيخسر، راه قدرات تهدر، راه طاقات بشريه تهدر، وبالتالي كاين واحد الثروه بشريه هنا غنيه، ولكن للاسف انها يعني تهدر هكذا. انا شخصيا كنطرح سؤال، من المستفيد من هذا الوضع؟ هذا سؤال ديال المفارق، من المستفيد من هذا الوضع؟ من المستفيد؟ إذن ما كاينش استفادة، كاين واحد الخسارة. أستاذي عندي لك واحد السؤال اللي هو طرح نفسه وشرتي ليه قبيلة. مرحبا. وهو القضية ديال التشغيل. نعم. والبطالة اللي كاينة هنا ديال الشباب. بطالة. وحنا كنعرفوا على أن كاين هنا مستودعات وشركات. نعم أكيد. محطوطين هنا. أكيد. واش هادو واش ما كيخدموش الناس أولا الجماعة ما كتفرش عليهم هذاك الواجب ديالها، أن اي مستودع او لاي شركه فتحت هنا الا خصها تخدم على الاقل بعد واحد 70%. اكيد اكيد اكيد. وبالنسبه للمستودعات خصنا نعرفوا المساله بانها، انا ماشي ضد، ولكن تنعرف بانها ملي كيديروا المستودعات في الباديه، ان هذه المستودعات ما تتكونش يعني كتحترم القانون، فهي تيكون فيها التدليس وفيها، وبالتالي كتكون الامور مخدومه. لهذا هذوك المستودعات هما ما جاوش اصلا باش ينميوا المنطقه، هما جاو على اساس انهم ينميو المصالح ديالهم الى اخره. لهذا خاص اي حاجه غدير هنا خاصها تكون يعني خاضعه للقانون، واهم مبدا في القانون هو المصلحه ديال المنطقه، ديال ابناء المنطقه. اكيد بانه هاد المستودعات ربما ينتجوا بعض المواد اللي كتطلب تكوين الى اخره الى اخره، والناس هنا ما عندهمش تكوين، ولكن هذا تيطرح السؤال، علاش ما يكونش مثلا على مستوى جمع تفضلات يكون واحد المؤسسه ديال التكوين المهني في المجال الفلاحي، في المجال ديال الكسب، ماشي فقط غير الوليدات اللي قراو فقط غير المواد ديال التعليم العام والتعليم يعني التقني او تعليم، لا خاص يكون تكوين مهني قريب، باش الناس ديال الشباب ديال المنطقه انهم يحصلوا واحد التكوين لا باس به، اللي غادي يخليهم يستافدوا من هذا اللي بغينا نقولوا، هذه المراكز يعني الانتاجيه اللي تدار في وللاسف ان هذه المراكز الانتاجيه ماشي فلاحيه.
ما عندهاش علاقه بالفلاحه هذه المنطقه نهائيا. هي صناعيه او تحويليه على الاقل، مش صناعيه يعني تحويليه، او فقط هي مستودعات يعني ديال الاحتكار ديال البضائع الى اخره والتخزين. واخا استاذي بالنسبه لهذه المستودعات وحسب ما شفنا وحسب ما سمعنا على ان حتى الطريق هذه خسروها اللي كتدخل الدوار يعني كانوا هما السبب الاكبر على انها تخسر حديد كبير، حديد المويان، حديد صغير، الموكات هنا اخا استاذ كيخلي الطريق كتكرفص وكتحفر، ولكن الجماعه للاسف الشديد ما كتعطيهاش اهتمام. يا والسؤال واش كاين طريق بعدا؟ وحنا باش كاين طريق؟ يا ما كاينش طريق، هي كاينه مسالك. نعم ما كاينه مسالك، هي كاينه مسالك، رغم ان هاد المسالك هذه هي مسالك يعني بغينا نقولوا رسميه ومقرره يعني قانونيا يعني في الخريطه، لانه كانت منذ ما قبل الاستقلال، ومن المفروض ان هذه المسالك هذه من المفروض انها تولي طرق، ما تبقاش مسالك. طبعا كانت مبادره في المرحله ديال حكومه التناوب ديال الاصلاح، ولكن من بعد منها ما كاينش، كاين مبادرات ديال بعض المستثمرين المحليين هما اللي لهذا هاد الناس اللي مستثمرين اصحاب المستودعات الى اخره، من المفروض انهم خصهم حتى هما يساهموا في الاصلاح. اكيد خاص تكون داخله في الاتفاقيه في هذاك دفتر التحملات، خاص يكون شي داخل. وهذا دليل، ولكن قلنا في البدايه، راه كاين تدليس، قلنا في البدايه، لذلك المقدمات كتبين لك النتيجه، المقدمه الا كانت باينه راه كتحدد طبيعه النتيجه. اذا الا كان واحد المشروع فيه مصالح ضيقه ما يمكنش تستافد منه المنطقه نهائيا. لهذا انا اش نقول، خاص تفعيل الدور ديال الرقابه القانونيه، خاص يكون السلطه خاصها دير تفعل هذا الدور هذا، والا راه ربما هاد الناس واحد النهار ينتفضوا. دابا راهم ساكتين، ولكن هاد الشباب اللي طالع والافاق قدامهم مسدوده، ودابا مع وسائل التواصل الوعره والذي يكتسب يعني بشكل ذاتي، لهذا واحد النهار توقع شي حاجه، ولهذا نستابقوا الوضع، وراه كلشي غادي يستافد في النهايه. هذا هو اللي غنقول. شكرا استاذي، تحياتي بارك الله فيك. شكرا، نتمنوا انه المسؤولين يستجبوا، نتمنوا انهم يستجبوا. شكرا، نتمنوا الرساله توصل كما قال الاستاذ يوسف، نتمنوا على ان الرساله توصل، وعلى ان فعلا اصحاب الشان والاختصاص ينتابعوا لهذا الدوار اللي هو دوار ولاد بوجمعه، جماعه فضالات بن سليمان.